إخواني أخواتي، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في درس جديد وفي تحليل جديد من قناتكم، قناة لم نعرفه الكذب. سنقوم بتحليل البيتكوين كما تعودنا يوميا، لكن قبل البدء دعوكم إلى الاشتراك في قناة التليجرام المجانية، هذا هو رابطها، اضغطوا عليه من صندوق الوصف لهذا الفيديو مباشرة. أي شخص تواصل معك بهذا الاسم أو بهذه الصورة فهو نصاب، اضغط على هذا الرابط مباشرة من صندوق الوصف. بعد الضغط على الرابط تصبح عضو في هذه القناة المجانية التي أشارك معك فيها أرباح المشاركين في دوراتنا التدريبية، ولا بأس أن أشارك معك بعض الأرباح. لاحظوا هذا الأخ من الفضة يحقق تقريبا 1774 دولار. الأخ محمد توقع 1774 دولار، توقع محمد أو عادل هم اللي محققين هذا الربح في الفضة. لاحظوا كذلك، خلونا نشوف كذلك هنا، لاحظوا الأخ حسن يحقق من سولانا تقريبا، هذه صفقة مباشرة، 2000 دولار ربح من سولانا، ما يوازي 137-142% ربح. كذلك هنا من الذهب، هذا الأخ يحقق تقريبا 4500 دولار ربح من الذهب، من هذا الصعود القوي 4500 دولار ربح. لاحظوا أرباح قوية إخواني أخواتي. هنا كذلك عنده لحد الساعة في هذه الصفقة في خسارة 51 دولار، فلا أتوقع على خسارة لأنه لا يمكن أن تربح دائما، تكون هناك بعض الخسائر عادي، لكن عندما تكون الخسائر الأرباح تكون أكثر. لاحظوا 4400 4500 دولار و67 دولار وخسارة 51 دولار. ممتاز، جميل جدا. كذلك هنا الأخ حسن من البيتكوين يحقق تقريبا 3000 دولار تقريبا، هي الصفقة 3000 دولار ربح من البيتكوين، ما يوازي 127% ربح من حسابه. هنا كذلك محمد من سيف إكس يحقق 396 دولار ربح، ما يوازي 32% من حسابه، يعني سعر العرض في سعر العرض مرتين في صفقة واحدة. يعني أنا أشارك معكم هذه الأرباح يا إخواني أخواتي لكي تفهموا أن هناك عائلات تربح من التداول، مثل عائلات العملاق في الكذب تربح من التداول، ولكن هذه الإخوة الذين أشارك معكم أرباحهم لا يحققون هذه الأرباح هكذا، لا، هم يجتهدون. هناك كذلك من يحصل على حسابات ممولة، في شخص حصل على 3 حسابات ممولة. هذه النتائج لا تأتي هكذا بسهولة. هناك من يضحك عليكم يقول لك تعال راح تربح ملايين الدولارات من التداول، لا، يجب أن تتعلم، يجب أن تدرس، هذه مهنة مثل أي مهنة، يجب أن تدرس قواعدها وتفهمها جيدا، لأنها هي مهنة احتمالات، مهنة سيناريوهات، كل سيناريو تعرف تتداول على حدة مهنة منطق. ونحن العائلة الوحيدة في العالم العربي التي تتحدث أو في التداول في عالم التداول التي تتحدث عن المنطق في التداول، ولا واحد جاب هذا المفهوم إلا عائلة عمران في الكاتب. المنطق في التداول، نقرأ الشرط بطريقة منطقية، لا نعتمد لا على مؤشرات ولا على أي شيء، فقط نقرأ الشرط بطريقة منطقية. والأخبار تساعدنا على تحريك السوق، لأن الأخبار يستعملونها لتحريك السوق، لكن تحليلنا يكون تحليل منطقي ودروس معروف. إذا كنت تريد أن أبحث عن الشراء أنتظر الخبر إلى أن يحصل وأدخل الشراء، مش بيع، لأنه راح يجي خبر راح أغير وجهة نظري، لا، لأنه حللت قبل ما يأتي الخبر. مثلا هذا مثال فقط. إذا هذه النتائج بفضل هذا العرض، لأن هذا العرض فيه جزئين، جزء نظري اللي هو الفيديوهات تعطيك 30% مما تحتاج، 34 فيديو تعطيك 30% مما تحتاج فقط، لن تحترف تداول فقط بفيديوهات تحليل موجو برايس اكشن. تحتاج أن تكون مشترك في قناة التحليلات اليومية، هي التي تعطيك 70%، لأن هي المنطق، هي التي تطبق فيها يوميا، تطبق معنا يوميا، وترى بأم عينك ما نتوقعه يحدث يوميا بنسبة 90 إلى 95%، لذلك هي التي تعطينا تلك 70%. إذا اقرأ العرض ستجد أنه متكامل، عرض خطير متكامل قوي جدا بفضله. إذا كنت جاد ستحترف التداول، وفقط ب 197 دولار، أقل بعشرة أضعاف من السعر الحقيقي. إذا أردت أن تتعلم تطبق وتحقق الأرباح في نفس الوقت إن كنت جادا في التعلم، رابط الاشتراك في هذا العرض مثبت في تعليقات هذا الفيديو، أول رابط، وفي صندوق الوصف لهذا الفيديو كذلك أول رابط، اضغط عليه، تواصل معي مباشرة على التليجرام على الخاص أنا الذي أجاوبك، تبدأ رحلتك نحو 5% الرابحين وتبتعد عن 95% الخاسرين.
لا تنسوا كذلك الذهاب الى الموقع beprowavetrader.com beprowavetrader.com. في هذا الموقع هناك مقالات يمكنكم قراءتها وكتب يمكنكم تحميلها مثل الدليل الاساسي للشموع اليابانيه للمبتدئين. اضغط على ابدا الان مجانا ضع ملك الخاص وتصلك الكتب لملك الخاص. تحذير: التداول مهنه خطيره يمكن ان تخسرك اموالك. كل ما نقوم به في هذه القناه هو مصدر تعليمي وتثقيفي، لا نعطي لا نصائح ماليه ولا استثماريه ولا توصيه. إذا ضغطت على زر الشراء أو البيع فأنت المسؤول، مسؤولية تامة عن قراراتك. قناة العنوان في الكاتب تتحمل أي مسؤولية. كل ما نطلب منك أن تراقب، تقارن، تشاهد. إذا عجبتك الطريقة يمكنك الانضمام إلى عروضنا وإلى دوراتنا. البيتكوين، نحن الآن في البيتكوين، لازلنا في نفس المنطقة التي كنا فيها يوم أمس، وهذا عبارة عن نطاق حرب بين المشترين والبائعين. هناك تلاعبات، وقلنا أن البيتكوين يستعد للطيران، لكن يجب أن تكون لديك استراتيجية لتداول هذا النموذج. هذا ريجولار فلات لحد الساعة. إذا الآن هذه كلها منطقة تلاعبات، منطقة حرب بين المشترين والبائعين، لأن هناك نطاق، وهذا فقط اختراق كاذب، اختراق كاذب، هذه كلها اختراقات كاذبة. طيب كيف سأتعامل مع البيتكوين؟ إذا كنت مبتدئ ولا تفهم في كيفية تداول النطاق، تحتاج إلى زيادة في المومنتوم ثم تصحيح بسيط، وهذا للصوت. طيب يعني إذا عدنا إلى البنية الأساسية، يجب أن تفهموا البنية الأساسية، أن هذه بنية تصحيحية للصعود لحد الساعة، لأن التصحيح بقي في الثلث الأخير من كل هذه الموجة. وقلنا إذا حصلنا على الصعود نبحث عن الصعود لكسر القمة، هذا ما قلنا، هذا هو تحليلنا لحد الساعة. طيب لكن انتبهوا، لأنه ممكن تتغير البنية في أي لحظة. نفترض أن البيتكوين بدأ يعود بهذه الطريقة، وبدأ يعود ثم كسر القاع، تغيرت البنية. إذن يجب أن تكون لديك استراتيجية، لأنه سنبحث عن هذا الصعود ثم النزول قبل الصعود. إذا كان في صعود راح تتغير البنية، إذن يجب أن تكون لديك استراتيجية واضحة للتداول. لذلك نحن نقول لكم دائما انتبهوا، نحن نعلمكم. أولا أنا أعطيتك المنطقة التي بعدها يجب البحث عن الصعود، هي هذه المنطقة 61 ألف دولار و100 تقريبا. ولكن يجب أن تكون لديك استراتيجية لتداول هذا النموذج. إذا ما عندك لن تستطيع التداول. أوكي، إذا يجب أن تكون لديك استراتيجية. نحن في دورتنا التدريبية نشارك معك استراتيجيات. إذا الآن إذا أردت البحث عن صعود بيتكوين الآن، أحتاج إلى صعود قوي ثم تصحيح إذا كنت مبتدئ، ثم تصحيح للبحث عن الصعود إلى كسر القمة كهدف أول. ثم إذا عدنا إلى الفريم اليومي، وربما الهدف الأول سيكون كما قلنا كسر القمة، مستوى 73 ألف أتوقع، و100 و900، يعني نقول 74 73 ألف و900 دولار، يعني قمة هذا الريجولر. الهدف الثاني ربما يكون 127 في براتشي اكستنشن، 127 في براتشي اكستنشن لكل هذه الموجة. لماذا أخذت هذه الموجة من هنا؟ لأن هذه الموجة هي على شكل دبليو اكس واي اكس زد. دبليو اكس، لاحظوا هذا النموذج، دبليو اكس واي مع زيادة في المومنتوم اكس، ونبحث عن الزد. لاحظوا، لذلك أخذت هذه الموجة، أريد هدفها فقط 127 في برونتش اكستنشن اللي هو الموازي ل 5 86 87 ألف دولار. خلينا نجيب كمان 87 تقريبا، هنا تلاحظون ده الهدف الثاني. قد يكون الهدف الثالث هو مستوى 103,000 دولار أو 104,000 دولار هنا، ولكن صعب أن يصل. لماذا صعب أن يصل؟ لأنه تبيه البنية الكبيرة تقول لي أحتاج إلى تقفيل هذه الموجة بعد أن تكتمل البنية الموجة WXYZ. إذا كانت دبليو اكس واي اكس زد بعد أن تكتمل، ضروري أن أحصل على هذا النموذج حتى يكتمل عندي هذا النموذج، لأنه ليس عندي نموذج لحد الساعة تصحيح. نموذج لماذا؟ لهذه الموجة على في الأسبوع. هذه الموجة لا زلت لم أحصل على نموذج لها. هذه الموجة لا زلت لم أحصل على نموذج لها. أحتاج إلى نموذج. نفترض لو كان، لاحظوا معي قوة تحليل الموجة وبريس أكشن، ولماذا هو أفضل من دراسة يمكنكم تعلموها. لو كانت هذه الموجة تصحيحية هكذا، هذه الموجة الصاعدة صاعدة بهذه الطريقة، حتى لو كسرت وعاد، سأقول أوكي هذا اكسباندين
وخلاص البيتكوين صاعد إلى صاعد إلى ما لا نهاية. صاعد، لن أتوقع التقفيل، لكن المشكلة أنه ما عنديش موجة تصحيحية، ما عنديش مفتاح. هذه الحركة قوية، هذه الحركة قوية، ما عنديش مفتاح. إذا المفتاح الوحيد اللي صار عندي هو هذه الموجة، خصوصا بهذا التصحيح شوي الواضح. إذا ممكن كقواعد منطقية علمية تكون هذه موجة، نعتبرها موجة بي، ممكن اعتبارها موجة بي لأنها بنية مكتملة فيها تصحيحات كبيرة جيدة. إذا سأبحث عن التقفيل هكذا، وحينها ستكون أصبحت لدي موجة مكتملة منطقيا علميا، خلينا نقول منطقيا مش علميا ولكن منطقيا، ونبحث عن هذه الموجة هنا هكذا. إذا الناس التي تبحث عن الاستثمار في البيتكوين هنا، إذا حدث هذا السيناريو، هذه هي أفضل منطقة للاستثمار في البيتكوين. راح ينزل السعر بسرعة غريبة. لماذا؟ حتى يقول لك انتبه، مش انتبه، حتى يقول لك أنه البيتكوين سينهار. أحلو، لما كنا في هذه المنطقة الكل قال أنه البيتكوين سينهار، تذكر؟ هنا لاحظوا النزول كيف نزل، الكل قال أن البيتكوين سينهار، قلنا لا، هناك صعود. لاحظوا كذلك هنا، كنا الوحيدين سنة 2021 تقريبا هنا لما بدأ يكسر هذه القمة، تتذكروا؟ قلنا انتبهوا البيتكوين نازل، الكل كان يقول البيتكوين صاعد إلى ما لا نهاية، قلنا لا 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 لا، البيتكوين نازل، ونزل. تلاحظون نزل أكثر مما توقعنا ولكن نزل. كذلك هنا كنا توقعنا، قلنا أوكي هناك صعود لتقفيل هذه الموجة، وهنا صعد لكنه ليس لم يقفل فقط، بل صعد وكسر القمة، صعد وكسر القمة. إذا تجاوز ما توقعناه، يعني في جميع، يعني نتوقع الاتجاه، نتوقع الصعود، نستفيد من الصعود، لكن في بعض الأحيان تتغير البنية. لسنا من يسير السوق، نحن فقط يفرض علينا السوق ما يريد، يفرض علينا السوق ما يريد، نحن نحلل ما نراه والسوق يفرض علينا ما يريد. لذلك دائما نحن نكون في الاتجاه مع السوق، نستغل الفرص، نحقق الأرباح، ونبتعد إلى أن تتضح لنا الصورة. الآن الصورة تقول أن هناك تقفيل في المستقبل على الفريم الأسبوعي، ولكن قبل ذلك نحتاج أن يصعد البيتكوين لمراتب أخيرة ليكسر القمة. إذا لاحظوا، هذه هي منطقتي، لاحظوا، سأريكم شيء مهم. هذا هو نطاقي على الفريم اليومي والـ4 ساعات، هو هذا، هذا كله تلاعب، كله تلاعب. إذا كل ما نريده حركة قوية، ويمكن البحث عن الصوت بكل بساطة، بكل بساطة. إذن أظن أن طلاب قناة المنافقين يفهمون ما أقول. الآن كما قلت، أحتاج إلى زيادة في المومنتوم، ثم تصحيح بسيط، ونبحث عن الصوت لكسر القمة. هل يمكن البيتكوين أن يرجع بهذه الطريقة المتذبذبة أو يعطي تصحيح أكبر؟ نعم، جميل جدا، لا مشكلة في ذلك، نبحث عن الصعود، فقط لا أريد أن يرتد بنسبة 90% من هذه الموجة. إذا بدأ يرتد بنسبة 80-90% فهذا قد يكون فقط تصحيح للنزول أكثر، لا أريد ذلك، لا أريد ذلك، أوكي؟ لا أريد ذلك. إذا كان هذا هو تحليلي اليوم للبيتكوين، أتمنى أنكم تستفيدون من هذه الفيديوهات، إن كنتم كذلك فزروا لايكات، ضعوا تعليقاتكم أسفل الفيديو. لا تنسوا، تريدون احتراف التداول، علم المنطق بهذه الطريقة التي يعني يوميا نريكم إياها، هذا هو العرض المناسب، أفضل عرض يمكنك الحصول عليه في عالم العربي، في عالم التداول، إذا أردت احتراف التداول. إخواني أخواتي، أين هو العرض؟ هذا هو العرض، رابط الاشتراك مثبت في تعليقات هذا الفيديو أول رابط، وفي صندوق الوصف لهذا الفيديو كذلك أول رابط، اضغط عليه، تواصل معي مباشرة على الخاص أنا الذي أجاوبك، تبدأ رحلتك نحو 5 من الرابحين، وتبتعد عن 95 من الخاسرين. لا تنسوا، أنا أعلم أفكار. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.